السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم المبدعة، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنحاول نعمل تجديد أو إصلاح لموتور خلاط عادي. الموتور يعتبر متكهن تماما زي ما حضراتكم شايفين، الصدى مال للأجزاء كلها. الخلاط ده ورد عليا، فأنا قلت نشارك مع بعض إزاي نعمل تجديد وإحلال للخلاط من أول وجديد. واضح عليه ليه فترة طويلة مشتغلش. هنفك قطعة الكاوتش من أعلى ناحية اليمين مع عقارب الساعة، ونمسك من أسفل زي ما أنتم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الموتور. هنحاول نتأكد ان الموتور شغال معانا بدل ما الشغل بتاعنا كله ينتهي على مفيش، هو الصدى واكل الاجزاء الحديدية كلها الموجودة بيه. لمبة السريع صممناها في فيديو سابق، الفكرة بسيطة جدا. نوصل هذا الطرف والطرف الاخر، هو سحب امبير عالي لان في صعوبة في الدوران، في صعوبة في الحركة، تدي معانا اضاءة شديدة لمبة السرير. زي ما حضراتكم شايفين هنبتدي نتعامل مع الموتور. نجيب ماء عادي من الحنفية يعتبر، هنجيب وصلة في ميل لان وصلة الشاحن ميل، هنوصلهم بحيث نخرج طرف موجب والطرف السالب. هنجيب ملح طعام وهنضيف كمية ملح طعام في المية أو ممكن ماء البحر. ملح الطعام ده في الماء يعتبر وسط بينقل الأيونات السالبة والأيونات الموجبة، يعني يعتبر ده اسمه في العلوم هو محلول الكهرل. معنا مفك عادي حديد، نجيب طرف باللون الأحمر لأن ده اللي هو نوصله بالطرف الموجب الخاص بالأدابتور. هنجيب الموتور، هنجيب طرف باللون الأسود، نحاول نوصل في أي جزء مكشوف في الموتور بحيث يوصل معنا الطرف السالب. زي ما حضراتكم شايفين هنجيب المية نغطس الموتور، المفك هيكون في الناحية المقابلة. هنوصل الطرف اللي فيه المفك أو طرف أي حديد بالطرف الموجب. والطرف اللي هو المراد لاستخراج الصدأ منه هيوصل بالطرف السالب. هنوصل الأدابتور بالتيار الكهربائي 220 فولت. هنبتدي نلاحظ خروج فقاعات بسيطة جدا في الأجزاء اللي هي فيها صدأ. زي ما حضراتكم شايفين في فقاعات بسيطة جدا، ده يعتبر إن ملح الطعام تفكك من إلى كلور وصوديوم، الصوديوم بيرسب إلى أسفل والكلور بيتصاعد إلى أعلى، يعتبر غاز الكلور. دي يعتبر خلية كهربائية زي ما حضراتكم شايفين. هنسيب الخلية دي بعد من الوقت وارجع لحضراتكم مرة تانية. بعد مرور 5 دقائق بالظبط تلاحظ تغير لون المياه بشدة ناحية العقارة، وفي رواسب من أسفل بكمية شديدة جدا. دي نتيجة إن الصدى ابتدى ينزل من جسم الموتور زي ما حضراتكم شايفين.
التبر ابتدى ينزل بكمية شديدة جدا، هنعكس الموتور للناحية التانية الجسم المقابل ليه، وننتظر بعض الوقت وارجع لحضراتكم مرة تانية. من الواضح صعود الفقاعات الخاصة بغاز الكلور والصدى ملأ المياه. بعد مرور 30 دقيقة نصف ساعة واضح جدا الرواسب زي ما انتم شايفين اللي بتنزل من الموتور، الصدى اللي بينزل من الموتور، ونعكس تاني برضو من الناحية التانية بحيث نضمن ان الموتور بينضف من جميع النواحي. سلك النحاس واضح برضو الرواسب كانت على سلك النحاس وابتدت تنزل. بعد مرور ساعة بالظبط زي ما حضراتكم شايفين فقاقيع خارجة غاز الكلور والصدى ملأ المياه بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل دلوقتي هنخرج الموتور بحيث نعمله صنفرة بحيث نشيل القطع اللي هي موجودة القطع السهلة. مجرد ما لمست المياه زي ما حضراتكم شايفين ده شكل المياه، شكل المياه ممتلئة بالصدى. هنغير المياه ونجيب قطعة سلك تنظيف الأواني زي ما حضراتكم شايفين، يعتبر الصدى اللي كان عليه يعتبر تم إزالته بنسبة 70%. احنا سيبناه يعتبر ساعة واحدة فقط لا غير، ممكن كمان تسيبه أكتر من كده هيدي معاك نظافة أكثر. بعد يعتبر ما خرجنا من المية هنجيب ورق صنفرة لأن الموتور ده يعتبر أصلي وإحنا عايزين نحافظ عليه، ومونوليكس فرنساوي زي ما حضراتكم ظهر محفور على الحديد. ده شكل الموتور بعد إزالة الصدى اللي عليه زي ما حضراتكم شايفين، ظهرت معانا كلمة مونوليكس ميد إن فرنسا، يعني ده موتور أصلي مفهوش أي مشكلة معانا. طبعا إحنا جربناه قبل كده باستخدام السيريا ما اشتغلش معانا. هنضع قليل من الزيت بحيث نضمن دوران الموتور بسلاسة خصوصا بعد ما تم غمره بالماء. فضل معنا نجرب الموتور باستخدام السريع. الكبل وهذا الآخر هنشغل باستخدام السريع. زي ما حضراتكم شايفين بناء على طلب العميل يتم تركيب الموتور في البود القديم الخاص بالخلاط. بعد ما تأكدنا من تشغيل الموتور باستخدام السريع هنوصل على 220 فولت. زي ما حضراتكم شايفين كده رجع معانا الموتور سليم 100%، سرعة الدوران كويسة جدا ممتازة جدا. المروحة شغالة معانا لتبريد الموتور، هركب وردية. هنشغل. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن كيفية تجديد موتور خلاط مونوليكس. شكرا متابعين قناتكم مبدعا، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجاء اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.